اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. خلينا معانا تليفون مهم جدا الحقيقه من النجم الكبير والمدير الفني السابق لنادي الاهلي كابتن محمد يوسف. ازيك يا كابتن؟ حبيبي حبيبي كابتن اسلام، ازيك حبيبي يا ابو كباتن؟ كل سنه وانت طيب، ربنا يخليك يا حبيبي، ودايما عيد سعيد عليك. عيد اضحى كده عليك وعلى كل جمهور النادي الاهلي وعلى قناه الاهلي والستاف بتاعك كله والبرنامج، ويا رب كده دايما يبقى عيد سعيد على مصر كلها يا رب. يا رب يا كابتن مصر، وكل سنه دايما وانت طيب. كابتن مصر، للنادي الاهلي كيف تراه خلال هذه الفتره؟ لا ما شاء الله ما شاء الله، طبعا فتره ناجحه وفتره فيها نجاحات وفيها فوز وفيها استقرار وفيها ذكاء كبير جدا من مارسيل كولر، فيها ايجابيات كتيره جدا. الاهلي بيحصد 3 بطولات افريقيه في 4 سنوات، في اخر 4 سنوات، وده يعتبر ريكورد قوي جدا. والسنه دي برضو خد سوبر وخد كاس، يعني لا يعني طبعا فتره ناجحه جدا، وكولر عامل كمان يعني عايز اقول استقرار هايل. في ناس كتير جدا بتقول ان هو بيقعد لعيبه ومفروض يقعد او يريح لعيبه بشكل اكبر او يشرك لعيبه اساسيه بكثافه اكتر. انا عاجبني جدا الفكر بتاعه ان هو بيريح جزء، ما بيريحش الكل عشان ما يحصلش اي مفاجآت، يبدا يعني زي ما بيقول كده يبوظ الشغل اللي هو عامله. هو بيحافظ على الشغل اللي هو عمله. هو ماشي كويس بالفريق، متصدر الدوري. طبعا لسه طبعا قدامه في الدوري العام كتير يعني ماتشات لسه، لكن ماشي بخطوات اللي هو يوصل بيها للدرع في اقل مباريات. يعني في نفس الوقت هو خد افريقيا، فانا عجبني جدا جدا في فكره امبارح لانه تعامل مع المباراه. ايوه معلش اتكلم مع حضرتك في النقطه دي لانها نقطه مهمه جدا. امبارح انا لسه كنت بتكلم في هذا الامر، دي كانت وجهه نظري الشخصيه بالمناسبه بدون معلومه وبدون حاجه، ان انا شفت ان هو شايف ان اللعيبه يعني ايه، تحس ان هم مبسوطين شويه، عاملين شويه بتاع، فهو قال لهم لا انا هلعب بالفريق اللي هو بيلعب اخر فتره علشان اقول لكم انه المباراه دي صعبه ومهمه، اللي هي مباراه منتخب السويس. دي وجهه نظري، معرفش ايه وجهه نظرك انت في الامر ده، لانه هناك بعض الاعتراضات من بعض من جمهور النادي الاهلي يقول لك طب ما هو كان ريح الناس دي اللي بتلعب اكتر طبعًا. يعني لا طبعا، بص طبعا انا هقول لك على حاجه، اصعب طبعًا. واحد في المنظومه هو الايه، هو المدرب المدير الفني يعني طبعًا. هو الوحيد اللي بياخد القرارات قبل النتائج، صح؟ قبل ما بيعرف النتائج، الناس كلها بتعلق على القرارات بعد النتيجه. فبقول برافو يا كولر، ولا لا يا كولر مثلا انت ما كنتش كويس، فاهم قصدي؟ الكلام ده بعد النتيجه. هو الوحيد اللي بياخد قراره قبل ما يعرف النتيجه ايه. الراجل ما ينفعش يريح مجموعه كبيره اساسيين، لانه ممكن يقابل مفاجاه. وبالتالي هو عرف استراتيجيه النادي الاهلي وعرف الشخصية بتاعت جمهور النادي الاهلي، وعرف النادي الاهلي بيحب يكسب كل بطولة يخشها، ودي بطولة كاس وبطولة مهمة، فطبعا مش عايز يبوظ الفرحة ويبوظ الاستقرار اللي هو عايشه الفترة الأخيرة. فعمل التشكيل ده، وأنا شايف إن التشكيل ذكي جدا. هو ميكس من اللعيبة الأساسية وميكس من اللعيبة اللي هي تلعبش بقالها فترة، صحيح، يعني موجوده في الملعب برضو بشكل او باخر، بس مش بصفه اساسيه. يعني مثلا طاهر، محمد طاهر بيلعب، بياخد مثلا ربع ساعه خالد عبد الفتاح مباراة، صحيح، انما موجود متواجد. رامي ربيعه نفس الكلام، لعب امبارح مع ياسر ابراهيم. خالد شفناه في الباك ليفت مثلا، فهو لعب بالشناوي حارس مرمى في حته حراسه المرمى، فهو عمل في وسط الملعب. مروان كان موجود وقفشه موجود وحمدي فتحي، فهو عمل مزيج حلو جدا ما بين انه يريح ناس ويلاعب ناس. واعتقد المباراه القادمه مع البنك الاهلي هيكون في برضه رؤيه ليه، بحيث انه يحافظ على النتائج في الدوري ويمشي بشكل باستقرار يعني. طيب كابتن محمد، بالنسبه للدوري او بالنسبه لمباريات النادي الاهلي خلال هذه الفتره، 31 مباراه، 26 مباراه يعني مكسب وخمس مباريات تعادل، وبالتالي 31 مباراة حتى الآن بدون هزيمة، مع أعتقد 58 أو 57 هدف، مع أفضل دفاع ب 10 أهداف في مرماك، وبالتالي أنت بتتكلم عن الأفضل في كل شيء. التوازن اللي بيحصل ما بين
كده وما بين ما بين الكلام اللي احنا بنقوله وما بين الشكل الجمالي الكويس في المباراه، وفي نفس الوقت ان انت تقدر تجيب بطولات. اعتقد ان المدير الفني بيبقى له دور كبير في هذا الامر. طبعا 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 ده اكيد، وهو اللي حصل ده اسلام، ده فكر كولر. كولر بعد نتيجه 5-2 مع سان داونز غير في طريقه اللعب، غير في طريقه الدفاع بتاعه الفريق. انت النهارده الاهلي على مدار 13 مباراه بيكسب بفارق 3 اهداف، 3-0 دايما، يمكن مثلا مباراه او مباراتين دخل فيه هدف. لما تيجي تبص على تشكيله، لما انا العب بتشكيل وسط ملعب عباره عن مروان وحمدي فتحي واليو ديانج، يعني انا الثلاثه دول اساسا بيلعبوا سته، يعني حمدي فتحي كان في يوم من الايام بيلعب سته، هو موظفه 8 وسط الملعب، اليو ديانج كان سته هو موظفه 8. وعجبني جدا جدا ان هو بيعرف يعمل الميكس ما بين انه هيلعب بثلاثه، يعني يلعب بثلاثه عندهم كفاءه دفاعيه قويه، وبعدين لما المباراه ما بتتحلش زي مباراه الوداد لما كان خسران الشوط الاولاني، راح عامل التكتيكات بتاعته قدر يكسب بيها. صح، بدا يفك الورق شويه بحيث يبقى عنده كثافه هجوميه، وبدا ينزل بقى طاهر محمد سوري قفشه، وبدا يدي واحمد عبد القادر وبقيه اللاعبين. مظبوط، بدا يدي يعني ايه حريه هجوميه شويه. فدي طبعا عامله فرق كبير كده، وده فكره، ده فكر كولر وماشي بيه وعامل بيه نجاحات كويسه جدا. وزي ما انت قلت ان الاهلي ماشي اقوى هجوم اقوى دفاع. الاهلي قعد يا اسلام يمكن فتره ما بيلعبش حوالي مثلا بتاع 6-7 مباريات، وكان متصدر الدوري رغم انه قعد مريح 7 مباريات. صح، ده دليل ان هو عمل بوش جامد جدا وعمل فارق جامد جدا بينه وبين المباراه. فدي طبعا يعني ريكورد الاهلي طبعا دايما بيحققها. لكن الراجل بصراحه ليه واضح جدا شغله وواضح جدا شخصيته. يعني عجبك انت يعني المدير الفني مستر كولر؟ طبعا هادي جدا، والهدوء اللي هو ممزوج بال 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 بقوه الشخصيه. يعني في مدربين اوقات لما يبقوا هاديين كده تلاقي شخصيته ضعيفه. ايوه، هو لا، واضح عنده شخصيه قويه. وده واضح من الاول ما جه، وفي بعض المواقف اللي عملها مع بعض اللاعبين واضح ان هو شخصيته قويه ما يهموش يعني. فدي طبعا حاجه من الحاجات اللي بتميز مدرب الاهلي. لاي مدرب لازم يمسك الفريق الاهلي لازم يبقى اول حاجه، يعني ممكن مثلا فنيات، ممكن مثلا تعامل، لكن الشخصيه لازم تكون قويه. طيب الاستراتيجيه المباريات القادمه يا كابتن يوسف، يعني انا شايفك وانت بتتكلم من شويه بتقول ان هو من الممكن جدا، او انت شايف ان هو هيلعب بتشكيل مختلف تماما في مباراه البنك الاهلي مثلا يوم الخميس اللي جاي. هل ده يعني، ما هو انت هنا بتقول ان هو يعني مش حابب ان هو يغير كتير، او انت سعيد بالشكل اللي لعب بيه مثلا غير 2 أو 3 فقط، هل المباراه اللي جايه هيقدر يعمل كده في مباراه دوري؟ خلي بالك اصل الدوري انت لسه يعني الدوري عندك فرص، لان انت كل اللي لعبتهم 25 مباراه، فانت فاضل لك 9 مباريات. فاهم قصدي؟ يعني انت بتصدر الدوري دلوقتي بفارق نقطه، وانت عندك لسه من 25 ل 34 عندك 9 مباريات. فهو الدوري الدنيا مرتاحه معاه شويه. الدنيا مرتاحه معاه، ده بمعنى ان هو يقدر يغير اكتر، يقدر يدي فرص. يقدر يدي فرص ويقدر يفكر في، خلي بالك ايوه، الكوتش بيفكر في كذا حاجه. خلي بالك بيفكر في كذا حاجه، بيفكر في ان هو ما يوصلش لعيبته الاصابات.